السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم شفت عمري فاضي، يعني هذا الفيديو أول شيء ما منه فايدة سوى الإجابة على بعض الأسئلة اللي سألتوني إياها من فترة. كنت حاط في اليوتيوب سؤال الكاتب اللي يلا كتبوا تحت هذا أسئلتكم وبجاوب عليهن في فيديو إن شاء الله. طبعا سألنكم هذا السؤال من 3 شهور واليوم فضيت أني أجاوب عليكم. يا إلا 3 شهور معقولة؟ أوكي الحين بنجاوب عليها. يلا بسم الله. السؤال الأول، قلت الحمد لله اليوم ولا تنتظر تعطس؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كيف بديت تتعلم الطبخ؟ أول شيء تعلمته أسوي قروص بيضة، أسهل شيء قرص بيضة، فهذه يمكن أكثر وجبة كنت أسويها، فأنتم ابدوا بقرص بيض والله بيوفقكم إن شاء الله. من وين يأتيك كلمة خلطنج؟ والله أنا زاد نفسي مش عارف حرفيا كذا بالحظ. السؤال الثاني، من وين يجيك شغف الطبخ؟ أنا لو أشوف المطبخ والمواعين وذيك الأشياء تنسد نفسي حتى ما أحب أطبخ. بصراحة أنا أحب الأكل، فبسبب حبي وعشقي للأكل حبيت الطبخ. ثاني شيء أنا أكره أغسل المواعين، أكره كره عظيم. في مرة نزلت في ستوري في الانستغرام كانت نكتة عن المواعين، حلو اكتشفت في تعليقات في يعني ناس يحبوا يغسل المواعين، كده أنا استغربت حقيقة في ناس يحبوا يغسل المواعين. أولا تحياتي لأهل عمان. سؤالي، هل ذكرت الله اليوم وهل صليت على النبي محمد؟ الحمد لله رب العالمين، نعم ذكرت الله أول شيء، واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. ليش ما تسوي وصفة دجال أو فتة لو سمحت؟ ترد، فتة سويتها من قبل، أما الدال أنا والدال ما أصلح، ما أحب البر من يوم صغير وأنا أكره شيء اسمه دال حرفيا. الدال اللي هو العدس أنا ما أحب هذا الشيء، فمستحيل أسوي طبخة شيء ما أحبه، حتى لو كلكم تريدوه أنا ما بسوي لأني ما أحب. حلوين؟ زين، لو ما كان اسمك هيثم وش كنت راح تختار؟ ما أعرف، ما فكرت في السؤال من قبل. أنتوا برأيكم لو ما كان اسمي هيثم وش يليق علي؟ أنتوا سموني. يلا بسم الله بشوف تعليقاتكم. حلوين؟ عبد السؤال. لا حلو حلو، ليش ما تطلع وجهك؟ نبغى نشوف نسبة الجمال. 20,000 مرة أجاوب هذا السؤال. تخيلوا مسوي فيديو في القناة، في قناتي هذه مال اليوتيوب، مسوي فيديو ليش ما أطلع وجهي. تخيلوا شرح دقيقتين ليش ما أطلع وجهي. حاولت تسأل مرة ثانية، روح شوفه وإن شاء الله بتقتنع من السبب، لأن السبب مقنع. إذا جاتك رسالة أنك تشتغل في مطعم بتقبل؟ لا. زين ليش ما اقبل اشتغل في مطعم؟ لانه اذا اشتغلت في مطعم بعدين من بيسوي لكم مقاطع؟ من بيصنع لكم محتوى؟ من بيجلس يمسك الحساب؟ ليش ما تتابعني وانا عماني مثلك واحب الاندومي؟ شو العلاقة؟ يعني انت عماني وتحب الاندومي، لازم اتابعك. من وين من عماني؟ يعني من اي محافظة؟ من وين انا تحسوني؟ من اللهجة. جاوبوا، مع اني جاوبت كم مرة من وين انا بس يمكن ما لاحظتوا. ليش ما تنزل كل يوم؟ صعب، لانه انا ويش اطبخ واصور وامنتج، 3 اشياء في وقت واحد. عندك جرأة تقول كم راتبك بالعماني؟ ما عندي راتب باليوتيوب اصلا. هيش اكثر شي حبيت من طرق الاندومي، السموكي ولا القبولي؟ السموكي، السموكي احلى. من علمك الطبخ؟ الوالدة واليوتيوب. ليش ما تفتح مطعم؟ I don't have money، ما عندي الفلوس الكافية. ليش ما تطلع وجهك على الحسد؟ كيف حالك؟ I am fine. أنا من عمان، وين ساكن أنت؟ أبا شوع حال المشوي عن أبوهم غالي هني في صحم، يبيع ربطة صغيرة بريالين. شوع بريالين ربطة؟ شباب اللي يريد بذور ولا شتلات ولا شوع يتواصل معه على الخاص، ان شاء الله بعطيكم بسعر حلو. من شجع ريال مدريد والبرشلونة وليش؟ ما شجع احد،
ما اتابع، ما قوي كوره، بس اشجع المنتخب العماني. يعني ما عندي اي تحيز لاي فريق، لا برشلونه ولا ريال مدريد. شكرا شكرا شكرا. اعزائي، نحن في ختام سهرتنا لليله، اقولكم لا تنسوا اللايك والفولو، الفولو سبسكرايب قصدي، انزين هذاك الفولو مال انستغرام انزين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.